تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود. اهلا مدام سامي، اتفضلي. ممكن اعرف بتتهربي مني ليه ومش عاوزه تقابليني؟ حضرتك عارف كويس وما اظنش ان جد اي جديد. لا جد يا ساميه، انا مش مسافره. ساميه، البلد بتمر في ظروف صعبه والجبهه مولعه وغارات العمق ما بتخلص، سلاح المهندسين وكل المقاولين اللي في مصر بيحاولوا يجنوا حائط الصواريخ، لكن العدو مش سايبهم، عمال يضرب فيهم ليل ونهار. وكل ما نبني قاعدة يرجعوا يضربوها نرجع نبنيها من أول وجديد، ده غير اشتباكات طياراتنا وطياراتهم طول الليل والنهار. حضرتك ناسي إنها صحفية وده شغلي؟ بس أكيد مش عارفة عدد اللي استشهدوا. أنت عارفة إن في جنود بيموتوا وهما ماسكين المدفع لغاية ما يسيح. إحنا تاني هنرجع نتكلم في الموضوع ده. تاني وتالت ورابع. سامية، انت الوحيدة اللي تقدري توقفي حنفية الجواسيس اللي بتنقل اخبارنا وبتبلغهم بمواقع الصواريخ. ده شغلكم انتوا، ده مش شغلي. القنبلة لما بتنزل ما بتسيبش حد، بتموت الكل. هبوظ لكم الدنيا، هلخبط لكم كل اللي انتوا بتعملوه. انا ما اعرفش اعمل غير شغلي وبس يا سيد عادل. واحنا مش طالبين غير انك تعملي شغلي. يعني ايه؟ هم طالبين منك ايه؟ اجمع لهم اخبار ومعلومات. وانتي شغلتك جمع المعلومات والاخبار. المشكله انك مش شايف غير اللي يخصك وبس، مش قادر تقدر المعاناه اللي انا فيها. لا يا ساميه، انا مقدر وعارف حاجات كتير قوي. لا والله ما عارف حاجه ولا شايف حاجه ولا حد اصلا عارف حاجه، حتى حكايه نبيل والحمل. يعني ايه يا عادل؟ يعني ايه مش عارفين توصلوا للبنت دي؟ يا فندم، انا حاولت معاها بكل الطرق مفيش فايده. ساميه مرتبكه، ده حتى امها ما تعرفش انها حامل ولا حتى انها متجوزه. ونبيل اخباره ايه؟ مفيش تغير، قاعد في نابولي والصبح بيقعد في المعرض وبالليل داير على حل شعره. والضابط الموساد ديفيد بن حيم، اخر حاجه نعرفها عنه انه سافر اسرائيل. طب خلي رجالتك بقى يفضلوا ورا نبيل في ايطاليا، يمكن يوصلوا لحاجه. اما بالنسبه لساميه، لازم نفتح عينينا كويس قوي، لانها هدف مهم للموساد مش هيسيبوها. لازم الناس والعالم كله يعرف بيها. ايوه، بس احنا كده هنبقى محتاجين لتصاريح دايما علشان نقدر نطلع الجبهه ونقدر ننقل كل اللي بيحصل بالكلمه والصوره. وعدم وجود تصاريح مكتفنا ومش مخلينا عارفين نعمل حاجه. في ناس عايزين حضرتك بره. هنزكوا دي يا اساتذه.
كوثر نمت. عمالة تسألني على أبوها، بتقول إنه وحش قوي. أبوك الله يرحمه ضحى بحياته واستشهد في سبيل الوطن. أنت بقى يا سامي مستعد تضحي في سبيل وطنك؟ سامية أنا مش عايز قرارك إنك تشتغلي معانا يكون بسبب عبد القادر واللي حصل له. أنا عارف عيلتكو كانت قريبة قد إيه. عبد القادر كان يعتبر أخويا، إحنا متربيين مع بعض من إحنا أطفال. أستاذ أحمد سمى عبد القادر على اسم والدي الله يرحمه. هي دي بس المعلومه انا ما اعرفهاش، بس اللي اعرفه كويس قوي ان والدك والاستاذ احمد كانوا اصدقاء وزمايل في الجيش. والدي استشهد بين ايديه في سينا سنه 56. الله يرحمهم جميعا. المهم لما تشتغلي معانا عايزك تشتغلي بعقلك مش بمشاعرك. شغلتنا مش سهله وما فيهاش مشاعر. اعرف، فكرت كتير بيني وبين نفسي، قلت اعتبر نفسي جندي بيحارب على الجبهة. اقصى حاجة ممكن تحصل لي اني اموت. لو مت هبقى شهيدة زي 100 شهيد كل يوم بيموت في ده بلدهم. ولا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. هو في حاجة شغلاني ومحتاجين نحلها قبل ما نبتدي نشتغل. حاجة ايه؟ حضرتك تعتقد اني ممكن ابقى جندي واحارب على الجبهه وانا حامل؟